في الرياض للمرة الأولى قمة مصرية سعودية قضاياها إقليمية. هدنة جديدة مؤقتة لمدة 72 ساعة في قطاع غزة برعاية القاهرة. الجيش يسند أعمال الحفر بمشروع قناة السويس الجديدة إلى 33 شركة مدنية تحت إشرافه. نشرة التاسعة من النهار اليوم، أهلا بكم. بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة للمملكة العربية السعودية، هي الأولى له منذ تولي منصبه في نهاية يونيو الماضي. يرافقه وفد يضم وزير الخارجية سامح شكري والمتحدث الرئاسي إيهاب بدوي. سيلتقي السيسي خلال الزيارة مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وعدد من كبار المسؤولين في المملكة، حيث ستكون القضايا العربية والإقليمية الراهنة وفي مقدمتها ملفات الإرهاب والانفلات الأمني في عدد من الدول العربية أبرز القضايا التي ستتم مناقشتها. قمة السيسي عبد الله تتوج عقودا من التعاون المصري السعودي، علاقات تأثرت في عام الإخوان لكنها عادت سريعا للدفء بعد 30 من يونيو. التفاصيل في تقرير الزميلة رضوى معتمد. 30 من يونيو، فصل جديد يؤرخ للعلاقات المصرية السعودية التي قال عنها الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله: لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب. فمن هنا خرج الآلاف من المصريين يطالبون برحيل حكم الإخوان الذي ضاق به ذرعا. خرجت السعودية معلنة تأييدها لمصر شعبا وحكومة. لم تكن كلمات التأييد وحدها طريق السعودية للوقوف مع المصريين، فبحزمة مساعدات مالية ضخمة بمليارات الدولارات بدأت الرياض دعم الاقتصاد المصري. لم تتوقف السعودية عند الدعم المالي فقط، بل تعدته للدعم الدبلوماسي، فكان لها دور في مواجهة دول ما فتئت تعارض ثورة المصريين. فها هي تسحب سفيرها من قطر. كان للرياض أيضا موقفها الواضح من جماعة الإخوان، حيث أصدرت قرارا باعتبارها جماعة إرهابية وحظرت أنشطتها على أراضيها. وفي أحد حواراته قبل توليه منصب الرئاسة قال السيسي إن أمن الخليج خط أحمر، وإن أي مشكلة يتعرض لها الخليج سيكون الجيش المصري على أهبة الاستعداد. وعقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة، دعت السعودية لعقد مؤتمر المانحين لدعم مصر، مؤكدة أن استقرارها ركيزة لاستقرار العالم العربي. وهنا في طائرة الملك عبد الله بن عبد العزيز بالقاهرة، قدمت القيادة السعودية التهنئة للرئيس السيسي لتوليه المنصب. ثم تأتي اليوم قمة مصرية سعودية تجمع بين الزعيمين لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والتحدث عن القضايا المشتركة. أرض الكنانة وبلد الحرمين الشريفين جسد واحد، فالعلاقات حية أبد الآبدين. رضوى معتمد، النهار اليوم. وقبل زيارته للمملكة السعودية تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، تم خلاله استعراض الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية لتحقيق التهدئة وتثبيت الهدنة. وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد تبادلا لوجهات النظر إزاء الأوضاع في العراق والموقف في كل من سوريا وليبيا. نتواصل معكم مشاهدينا في نشرتنا ولكن بعد فاصل. أهلا بكم من جديد. دعت مصر الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للالتزام بوقف إطلاق النار جديد لمدة 72 ساعة. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وافقا على التهدئة المؤقتة. ونقلت الوكالة من مسؤول فلسطيني أن مصر حصلت على الموافقة بشكل متزامن من الجانبين في المفاوضات غير المباشرة بعد انتهاء هدنة سابقة أمس الأول الجمعة.
كانت إسرائيل قد شنت أكثر من 20 هجوما جويا، بينما رد فلسطينيون بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة أن 5 فلسطينيين استشهدوا، 2 منهم في غارة استهدفت دراجة نارية وسط قطاع غزة، مع تجاوز عدد الشهداء ل1900 شهيد. عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم مع عدد من الوزراء، بينهم التنمية المحلية والكهرباء والاستثمار، بالإضافة إلى محافظي مطروح. ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة المشروع القومي الثالث، وهو مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي. وأكد محلب أن منطقة الساحل الشمالي الغربي واعدة، وسيتم إنشاء تجمعات سكنية بها. قال لواء أركان حرب كامل الوزيري رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة إن الحفر بقناة السويس الجديدة وصل إلى 5 أمتار خلال 6 أيام بطاقة 7500 عامل، سيزيدون إلى 15 ألف عامل خلال الأسبوع المقبل. ومن جانبه قال المتحدث العسكري العميد محمد سمير إنه جاري العمل بالقناة ليتم الانتهاء من تنفيذها خلال 12 شهراً بدلا من 36 شهرا، حيث يشارك في الحفر 33 شركة مصرية بالإضافة إلى كتيبتي طرق. إلى جلسة 13 من سبتمبر المقبل، أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرى، أجلت محاكمة كل من محمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديين الأخوانيين وآخرين في قضية احتجاز محامي وتعذيبه بميدان التحرير. كما أجلت المحكمة ذاتها محاكمة البلتاجي وحجازي واثنين آخرين في قضية احتجاز ضابط وأمين شرطة وتعذيبهما خلال اعتصام ربعة لجلسة غد الاثنين لسماع المرافعات. فيما أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة مبارك ونجليه وزير داخليته وستة من كبار مساعديه إلى جلسة الغد لسماع التعقيب الختامي من مساعدي العدلي. وكانت المحكمة قد استمعت اليوم إلى تعقيب اللواء عدلي فايد واللواء حسن عبد الرحمن. المزيد في التقرير التالي. أسابيع بل ربما أقل وتعلن كلمة النهاية مرة أخرى في قضية القرن. الآن وبينما تستمع هيئة المحكمة للمتهمين بأنفسهم، تبدو القضية في طريقها للنهاية، وللقضاء وحده أن يقرر إن كانت النهاية ستشبه حكماً سابقاً في 2012 حين عوقب مبارك رئيس الجمهورية الأسبق والعدل وزير داخليته بالمؤبد. سيادة الرئيس، أنا إذا تحدثت زي ما بقول عن إنجازات وزارة الداخلية فالوقت لن يسعفني، وأنا عندي كلام كتير قوي، وأنا النهاردة لن أتحدث دفاعا عن نفسي فقط، ولكن أنا بأتحدث دفاعا عن وزارة الداخلية وعن جهاز الشرطة. هكذا دافع العدلي مسؤول الأمن الأول ل14 عاما عن نفسه. الآن يقف اللواء عدلي فايد مدير الأمن العام وقت الثورة ليأخذ دوره في الحديث أمام هيئة المحكمة. فإنني أقول والحق أقول، والله ما كنا قتلة ولا كنا مرتكبي جرائم، ولا بست فكرة الجريمة في نفوسنا، ولا دفعنا إليها، ولا دفعنا أحد غيرنا لها، بل كنا من يسهر ليعيش بني وطنهم في أمن وأمان. ليس هؤلاء هم المتهمون فقط، فهناك 5 مساعدين آخرين للعدل في انتظار دورهم في الدفاع، وهناك كذلك علاء وجمال نجل الرئيس الأسبق اللذان برأتهما المحكمة السابقة قبل إعادة المحاكمة. انتهت حياة مبارك السياسية بعد 30 عاما في الحكم، وقبلها 30 أخرى في الجيش، ويتابع الآن رحلته في قاعات المحاكم، حيث واجهته تهم قتل متظاهرين سلميين في ثورة يناير والإضرار بالمال العام بتصدير الغاز لإسرائيل. شيرين مجدي، النهار اليوم. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الأحد المقبل بدء تنسيق المرحلة الثالثة وأماكن شاغرة بكليات التجارة والأداب والحقوق.
قالت مصادر مطلعة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال لقائه مع الإعلاميين على التزامه بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وفقا للجدول الزمني الذي يحدده الدستور. وقالت المصادر عن الرئيس قوله إن حجم التشرذم والسوء الموجود في الحالة السياسية المصرية لن يؤدي إلى انتخابات البرلمان المطلوب في الوقت الراهن، كما أكد أنه مصر على الابتعاد عن السياسة وألا يقترن اسمه بها بأي شكل من الأشكال. استقبل وزير الخارجية سامح شكري بمقر وزارته صباح اليوم ديفيد ستارفيلد مدير القوات المتعددة الجنسيات بسيناء، حيث دارت بينهما محادثات ثنائية حول الأوضاع في المنطقة وعمل القوة التي يرأسها. أطلق الأزهر الشريف بوابته الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت لمواجهة التطرف والتشدد الديني. من جانبه قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر إن البوابة ستحمل معلومات وفتاوى وأخبارا وموضوعات وفقا لمنهج الأزهر المعتدل، وتضم كل الخدمات التي يقدمها الأزهر الشريف بلغة سهلة ومرنة لتكون جسرا للتواصل الثقافي بين الأزهر والعالم. قال أحمد فرحات رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي إنه لا تزال هناك أماكن شاغرة في المرحلة الثالثة للتنسيق بكليات الأداب والحقوق والتجارة بنظامي الانتظام والانتساب، حيث زادت القدرة الاستيعابية بالجامعات المصرية وهو ما يعد في مصلحة الطالب. وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات كانت الحقيقة الأعداد اللي خدتها السنة دي يعني وسعت في القاعدة شوية، بحيث ان احنا تقريبا استنفذنا اكبر قدرة استيعابية ممكن تستوعبها الجامعات المصرية، بالاضافة الى ان هو تم انشاء حوالي 25 كلية السنة دي، بالاضافة الى حوالي 75 برنامج خاص، وده ادى الى استيعاب اعداد اكبر عما كان موجود العام الماضي. كان وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق قد أعلن نتائج المرحلة الثانية للتنسيق بالجامعات والتي كان قد تقدم لها 161,822 طالب. وأوضح الوزير أن التقدم للمرحلة الثالثة من التنسيق سيبدأ اعتبارا من 17 حتى 19 من أغسطس الحالي، ولن تعلن النتيجة إلا بعد انتهاء الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة، وفيما يلي عرض لنتائج المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات. باتت القاهرة ليلتها الأولى بعد بدء تطبيق قرار منع سيارات النقل من دخول العاصمة بين 11 مساء والثامنة صباحا، ومع زيادة قيمة الغرامات لألفي جنيه وتشديد الرقابة يأمل أهل القاهرة أن يساعد هذا في الحد من حوادث الطرق التي تودي سنويا بحياة الآلاف. القاهرة محظورة أمام سيارات النقل الثقيل، قرار جاء ضمن سلسلة قرارات اتخذتها الإدارة العامة للمرور بغرض تحقيق السيولة المرورية في شوارع العاصمة المكتظة وإن تأخر تطبيقه كثيرا. قرار المرور الجديد يرفع شعار ممنوع سير النقل هنا على محور صلاح سالم وطريق المطار والزمالك ومصر الجديدة ووسط البلد والكباري على مدار 24 ساعة. ما عدا ذلك يمكنها السير على المحاور الأخرى من 11 مساء وحتى 6 صباحا. الحملات متواجدة ومنتشرة على مداخل المدينة وداخل المدينة وأعلى الكباري. القرار 4416 للسيد المحافظ بيقول إن مفيش سيارات نقل هتجوب محافظة القاهرة وبمناطق الزمالك، مصر الجديدة، محور صلاح سالم من الجيزة وحتى المطار، مناطق وسط المدينة،
اعلى الكباري فيما عدا كباري السماد والاميريه ورود الفرج، دول هيتمنع عنهم السير النقل منعا باتا طوال اليوم على مدار 24 ساعه. ما عدا ذلك هيسمح بسير النقل من الساعه 12 من الساعه 12 ليلا حتى الساعه 6 صباحا. ليس القرار بجديد، لكن الجديد هو العقوبه التي تصل الان ل 2000 جنيه بعد ان كانت تبدا من 100 الى 500 جنيه، وتسحب ايضا رخصه القياده. قرار راه البعض غير منصف لا في العقوبه ولا في توفير البديل. يعني لو انا مثلا نزلت العتبه اخد غرامه، ادفع غرامه 200 جنيه ولا 300 جنيه ليه؟ حرام. يعني ما ينفعش ان احنا ما ننزلش المحور، وبعدين ده كل شغلنا 6 اكتوبر طريق اسكندريه الصحراوي، فما ينفعش ان احنا نلف لفه كبيره عشان دبابه، العربيه صغيره. هذا القرار لم يكن هو الوحيد في المساعي المبذولة لتخفيف الاختناق المروري الذي تعاني منه العاصمة، فمحافظة القاهرة أمرت أيضا بتخصيص مسارات معزولة لسيارات النقل العام علها تحل مشكلة عاجزت البنية الأساسية للعاصمة عن حلها، ومع الحملات التي تقودها إدارة المرور من أجل ضبط المخالفين تطرح أسئلة عديدة. هل سيحد تطبيق هذا القانون من الحوادث التي تودي بحياة الآلاف سنويا؟ وما هي الآلية التي ستضمن استمرارية تفعيله؟ أسئلة ربما تجيب عنها الأيام المقبلة. أكد وزير التموين الدكتور خالد حنفي أن مصر ستصنف القمح المصري خلال شهور، وأنه سيتم إنشاء بورصة سلعية لتداول الحبوب والأقماح في المنطقة العربية، وخلال مؤتمر عقد اليوم لإطلاق مبادرة لإنشاء شركة تكنولوجية لاستخدام الصوامع البلاستيكية لتخزين القمح، قال الوزير أن مصر ستشهد في الفترة المقبلة طفرة كبيرة في الاكتفاء الذاتي من القمح وتطوير طرق تخزينه. عندنا قمح مصري وحبوب مصرية بتخزن تخزين خاطئ، في مشكلة. المشكلة دي لها قيمة، لها ثمن. الثمن ده له تقديرات مختلفة، تقديرات بتتراوح من 15 لغاية 50% في بعض التقديرات. هذا الهدر له نوعين، نوع هدر كمي زي ما أشار الدكتور محمد ان احنا كما بيضيع علينا جزء من القمح، لان ببساطة انا بحط قمح في شونة ترابية، في طيور من فوق بتاخد جزء وفي قوارض من تحت بتاخد جزء، وهدر نوعي لان القمح ده انا حطه في الاوبن اير فعندي رطوبة وعندي حرارة، كل يوم بيتعرض للرطوبة، وتاني يوم الصبح يبقى الشمس وبعدين رطوبة وبعدين شمس وهكذا بيضيع الجودة بتاعته. وزير التموين قال أيضا إن تطبيق منظومة الخبز الجديدة بمحافظة الجيزة سيجعلها رائدة على مستوى الجمهورية وفي تطبيق تلك المنظومة. منظومة العيش أصبحت واقع دلوقتي، خرجنا تماما عن نطاق إن إحنا يعني بنختبر وبنجرب وبنتعامل مع مشكلات، إلى إن إحنا بنطبق وبقوة. أصحاب المخابز الشرفاء قدروا يستوعبوا نظام وفكر العمل الجديد، منهم ناس كتير طورت في أدائها، طورت في أسلوبها، وقدرت إن هي تحقق منافع كبيرة. كتير جدا من أصحاب المخابز قدروا إن هم يخدموا الجمهور بشكل أفضل، وقدروا إن هم في نفس الوقت يحققوا مصلحتهم بشكل جيد. أنا بقول إن شاء الله الجيزة من غدا هتبدأ بإذن الله هذه المنظومة. بدعوكم جميعا أنكم تعملوا بحماس شديد في هذه المنظومة علشان فعلا تكون الجيزة نموذج، وأنا واثق من ده أن الجيزة هتكون نموذج جيد جدا لتطبيق منظومة العيش. في جولة مفاجئة قام بها محافظ أسوان لمستشفيات دراو وكوممبو المركزيين، وجه اللواء مصطفى يسري جميع القطاعات الحكومية على مستوى المحافظة بسرعة إنهاء المشروعات الخدمية طبقا للبرامج الزمنية المحددة، خاصة مشروعات تطوير المستشفيات، حيث جاري تطوير مستشفيات دراو وكوممبو ونصر النوبة وإدفو والحميات والصدر والرمد بأسوان، إلى جانب تطوير بعض المراكز والوحدات الصحية بالقرى، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى أسوان العام الجديد.
بدأت مديرية القوى العاملة بأسيوط في حصر أعداد العمالة العائدة من ليبيا وتقدير خسائرها، وقالت المديرية إنها تسعى إلى استرداد حقوق العمالة العائدة بعد تبينها من نوع الضرر الذي لحق بهم جراء حالة الانفلات الأمني التي تشهدها ليبيا. وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك. منذ ثلاث أيام أو أربعة أيام في تلقي طلبات العائدين من ليبيا، وأي مواطن راجع من ليبيا في هذه الفترة عليه التوجه إلى مكاتب العمل ومفتشين مكتب العمل في استقبالهم وملء هذه الاستمارات، وأي استفسارات أو بيانات مطلوبة يجب على كل المواطنين العائدين من ليبيا التوجه إلى مكاتب العمل بدائرة محافظة أسيوط. أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم فوز رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية بنسبة 52% من الأصوات، وقد أدلى الأتراك بأصواتهم في أول انتخابات رئاسية بالاقتراع المباشر تشهدها البلاد. وتقدم أردوغان في تلك الانتخابات يليه أكمل الدين إحسان أغلو الذي حصل على نحو 35%. وعن أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا غدا الاثنين، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد الحرارة على أقصى جنوب الصعيد، نهارا لطيف ليلا. وإليكم بيان بدرجات الحرارة. ختاما نذكر بأبرز العناوين. السيسي في الرياض للمرة الأولى، قمة مصرية سعودية قضاياها إقليمية. هدنة جديدة مؤقتة لمدة 72 ساعة في قطاع غزة برعاية القاهرة. الجيش يسند أعمال الحفر بمشروع قناة السويس الجديدة إلى 33 شركة مدنية تحت إشرافه. نشرة التاسعة قدمناها لكم من النهار اليوم، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.